أهلا بكم على قناة مجلة ريجي. نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية سهلة التحضير لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف الدقن والجبهة. نحتاج جيلاتين طبيعي يعني من غير نكهات، فرشة مكياج، ليمون. الليمون يكون لصاحبات البشرة الدهنية، أما إن كنت من صاحبات البشرة الجافة فلنغير الليمون بالحليب. نأخذ القليل من الجيلاتين، نضيف له عصير الليمون الدافئ أو الحليب الدافئ، نخلط جيدا، نتحصل على هذا المزيج، نفرده على المناطق التي بها رؤوس سوداء، ننتظر مدة 20 إلى نصف ساعة، ومن ثم نقوم بإزالة الماسك الذي سيكون عبارة عن مادة مثل الغراء، أي عندما نشد قليل سوف يكون مثل الشريط اللاصق أو الغراء. تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع لنتائج رائعة.